بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كواكي سديتن يسديدات كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، باب العفو والإعراض عن الجاهلين. حبابي هاي إن ليس عفيه وروحك الظلمية أما كو واحد كتبا لا يسكع فيه الله ذو القاتو والإعراض كجسد لقى جسد لقى تعسق هذا نين ولقى فعل هذا نين عن الجاهلين كوا أن ما انكبضني أما ما كستاء أما هبا وينادين لكن رقنا في عنا كو رقم هاي كو واحد كتبا. الجهل هنا وفعل القبيح لا عدم العلم بالشيء ساسا لقى وضا. قال الله تبارك وتعالى خذ العفو، نبي إلهي وحكيري عفسك قاد النبي الله، وأمر بالعرف سمهنا فردتك ونا قفر، وأعرض عن الجاهلين ورقنك حنة حد قدبك وذكتي وضو القاد. وقال تبارك وتعالى وليعفو هعفين وليصفحوا هوضو القاتين هسامحين ألا تحبون ميذن شعلين أن يغفر الله لكم. قصدي سيدنا أبو بكر الصديق الأحمرتي مصطح ابن أثاثة البدري هو يدن عائشة قصة بصنيد آياته قصة دقية وهي أقدم برا وكي سيدنا أبو بكر أوي كدبنا صون نقضي دارتنا قصة الله بطي مصطح نوناقي يحجرين تحجرين تردب وقصون الله بطي. وقال تبارك وتعالى والعافين عن الناس كو ضدك عافية يا إلهي سبحانه وتعالى تعليها أما أمانا أما أبا القداء أما أدن بدافة، والله يحب المحسنين انت صماها يوانا قفشان رب سبحانه وتعالى وتعليها. وقال تبارك وتعالى ولمن صبر روح أطلقى تأي أصبر دولنك يحد قدب كلوك يستوى غفر حق النعافية إن ذلك عفنت أي صبر كاسي لمن عزم الأمور أرمها العلوس شرعه أتكيسي الوشيسي بيكتر سيهن. والآيات في الباب أيضها باب كي يمد كثيرة ويبضنت معلومة وان لا يقانا أيضها سي سيدنا الحسن البصري وكيورنج أفضل أخلاق المؤمنين العفو. مؤمنين تأخلاق ضدية طبيعة ضد وحاو خير بدن إن يعفيا أن تتك كحد قد بهايا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت هيدا وحيد شري للنبي صبناها كتري صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك نبي اللهم كصوم مري يوم مال وكان أها أشد متكدرا من يوم أحد مالك أحد صحابة هذه الدمية هذه قالوا قد وعي مدينة الله إذن خوك قالوا لذن قبقبي مالك مالك كدرا نبي اللهم كصوم مري. قال نبي محمد لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. هو يدن سؤال شاذك بين نبي قويديس عليه الصلاة والسلام نبي نحوك جوابي لقد لقيت من قومك تلك وحانك لكلمي لباتوين فربضا يعني كثيرا وصنوف من العذاب والأذى لباتو فربضا من تلك كلمي قريش بلوك هذا. وكان أشد ما لقيت منهم أشدنا عرابي والا كردبا دبما لها. وكان أشد ما لقيت منهم وحؤتك إن كل كلمين وحؤها مالك يوم العقبة مالك شيرتا عقبة مركا شيرهم بورهم منكوية لو ذا كف سيرة لكن سنهين بلو بدن يهايو أي تهاي هضبة الطائف بوره ذا أيهين. وكان أشد ما لقيت منهم وحي أقدرائن وأتكاين كلكم تلكا وحوها ودعي يوم العقبة مالكي شيرت أما بورتا قورمي أهي إذ عرضت نفسي مركان أمبدق النفطي إذا على ابن عبد ياليل ياليل عبد ياليل ويلكيس أمبدق النفطي إذا ابن كلال أها ابن عبد كلال صدحن ولا لا ابن عمر الأورنجري ومن كان من حبيب بالورنجري من مسعود بالورنجري من عبد ياليل بالورنجري مركا ابن ذا ميشا أقول يبضان باديدان وأهل السير والتواريخ ويديدينهن حديثي رواية بضان ويدليشان ربما لا صدح أنه ولا لا أو المعمرين لا يدادوا
ayaa qolihii reer Taa'if iyo reer Thaqif, Taa'if dega jiray reer Thaqif uu ahaa ugaasi iyo uu ahaa nabadoona uu ahaa. Sanadkii tobnaad ee bicithada, wakii uu dhintay Abu Taalib, Nabi Maxamed adeerkii, maalmo kadibna Ummuna Khadiija ayaana geeriyootay. Sanad aad u culus oo loo bixiyey caam alxusni cinda ahli siira waltawaariikh ayuu noqday. Labadii ruux ee nabiga u ahaa garbaha adeerkii oo intuu difaacay ama garab istaaga aad ogtihiin oo ka dheeragsan tihiin, iyo Khadiija ummulmu'miniin oo hadda iyaduna aad ogtihiin meeshay nabigu u joogtay, ayaa isku xigsaday Khadiija Abu Taalib. Saddex beri baa u dhexeeya, maya shan maalmood baa u dhexeysa baa la isku hayaa, waa israaceen. Markay xijaabteen oo nabigu tacsidii iyo walbahaarkii iyo dhibkii uu ka soo duudsaday, ayuu wuxuu damcay inuu ballaarsado oo tol kale raadsado. Quraysh way ku adkaato, way ka dareen dhibaatay nabigu u geysanayeen. Markii garab taagnay uu harsanayay, uu dumay Abu Taalib, Khadiijana meesha ka baxday. Dhibkii way labanlaabeen, xadgudub badan bay la yimaadeen. Innagu marka wuxuu damcay bal inuu nimanka reer Taa'if ee reer Thaqifa ee Quraysh ka baxsan gobonimo iyo dadnimona Quraysh kula tartami jiray in uu bal ka helo gacan iyo garab. Wuu u tagay nabigu calayhi salaatu wasalaam, nimankaasuu la fadhiistay muddo bil ah ayuu la joogay. Maya toban beri buu la joogayna waa la sheegay. Ahlu siyar wuxuu badan toban maalmood buu la joogay, nimanna waxay dhahaan may bil buu la joogay. Bil dhan ama toban beri ayuu nabigu ugaasiyadoodii iyo indheergaradkoodii la kulmay oo la shiray. Wuxuu dhan waa ka diideen. Hal ruux oo Islaamay ama nabigu usoo joogsaday ama addiinka ka yeelay ma jirin. Kadib intaa maysan ku daysan, nabigu wakay soo fijiyeen magaalada ka soo saareen caruurtii iyo maxastii iyo majaaniintii iyo maangaab oo dhan bay ku direen. Wakiil la dhibaateeyey, nabiga la dhagax tuuray, laga dhiijiyey. Nabigu markaas oo aad u walbahaarsan oo ujeedadii diineed lahaana aan soo xaqiijinin, lafihiisina badanan iyo jismi ahaan iyo fikir ahaan loo dhaawacay, ayuu iskaga soo tegay. Wax reer Taa'ifa ama reer Thaqifa carabta degaysoo ka islaama ama ka yeelay ma jiro. Addoonkii beerta ka shaqaynayay nasraaniga ahaa ee Caddaas la odhan jiray waxaan ka ahay, kaana waxaa la isku hayaa ma islaami mise ma islaami. Labadaba ahlu siir waa ka dagaalameen, nimanna waa saxaabaydhe, nimanna waa diideen oo waa isku hayaan. Dhibkaasuu nabigu marka maalinka la kulmay uu iska soo dhaqaaqay suubanu meel u socda soon garanayn oo uun iska socday. Wuxuu miirsaday isagoo maraya Qarnul Manaazil, meesha hadda reer Najdi ay ka xarmadaan xajka. Qarnu Thacaal ibn Waali, Qarnu Manaazil la waa la yidhaahdaa, waa miiqaadkii reer Qasiim iyo Buraydi iyo Riyaad. Marka xaggaa laga meesha laga soo xarmada wey, idinku hadda yaa Lamlam waad ka xarmataan ood ka xidhaataan markaad bariga Afrika ka tagtaa. Tiibuu nabigu ka hadlayaa, id caradtu nafsii, naftu waxaan u bandhigay inay ammaan isiiyaan oo garab iyo gacal ii noqdeen calabni cabdi Yaliila ibni cabdi Kulaalin, falam yujibni. Waa ugaaskii reerka reer Thaqif mid ka mid ah. Falam yujibni, igamuusan yeelin buuri, ilaa maa aradtu waxaan doonay inay diinka soo galaan oo islaamaan oo garab iyo gacal ii noqdaan baan ka rabay, waana diideen. Fantalaqtu, nabigu waa dhaqaaqay buuri, wa ana mahmuumun, anoo aad iyo aad umurgaysan u walbahaarsan, calaa waji, afkaygan u dhaqaaqay, horteydan u dhaqaaqay. Markaad iska dhaqaaqday ee uun meeshii dhibku kugu gaara aad ka dhaqaaqdo, ujeedana aadan lahayn meeshaad u socoteed, cagta iska furtoon baa la yidhaahdaa, calaa waji baan u dhaqaaqay. Nabigu wuxuu yidhi, falam astafiq, maba miirsaninba ma garanin meeshaan u socdo, ilaa wa ana biqarni Thacaalibi, qawi Thacaalib la odhan jiray anoo jooga mooyen. Qarniga asalkiisu waa buurta buuraha waaweyn gooni oga go'da qarniga la yidhaahda, inagoo go'anaan dhahnaa markaynu Soomaali ku hadlayno buuraha silsiladeeda socda, qowa goonida ooga yar fiiqan ama goonida u taagan baa qarniga la yidhaahda. Soomaalina go'ana yidhaahdaan, halka anoo maraya buurta goonida u baxday buuraha ka go'da ayaa loo jeedaa uun. Falam astafiq, maanan miirsanin oo ma garani meeshaan u jeedo, ilaa wa ana biqarni Thacaalibi, ay biqarni Almanaazil, buurta Thacaalib la yidhaahda ama Manaazil la yidhaahdo anuu taagan unbaan miirsaday oo maraya. Farafactu ra'si, madaxaygii baan kor u qaaday, faidaa ana bisaxaabatin, daruur baaba idul taagan, faidaa ana wa bisaxaaba, daruur baaba qad adallatnii, ahadaysoo korkayga taagan. Quraxdii ba'nayd iyo walbahaarkii ayuu nabigu waxba la garan waayey. Markii ilaahay baa usoo diray malag, usoo diray Jibriil iyo malakul jibaal baa loo soo diray, daruur baaba dul timid. Fanadartu, waan fiiriyey daruurtii korkayga ahayd,
فإذا فيها جبريل جبريل بابا دحفر يا أو كدح موضة ضرورتي عليه السلام فناداني جبريل وأيضا وقيف فقال وحويلي إن الله تبارك وتعالى قد سمع ربوان مقلي قول قومك لك تلقى وحي كويلة ربوان مقلي وأنا أوقي هاي وما رد عليك وحي كوجو جوابين نواه مغلب مركات الدينك الصوغل والإسلام أو طل نقضة أو إلهي أصول نقضة جوابت بأنيذي حميدي بحيين نواه إلهي واه مغلب وقد بعث إليك هذا قولك أنا مع الفعل كبا كترة هذه قولك مع الفعل كحد قدبك يدبك يوقي يستيان ورنبا كترة وقد بعث إليك رب حكوص ودر ملك الجبال ملك بوره يا قويها مسؤولك كأها نول بحل بوليه هاي محل وقوصه در اللي تأمره إن أمرته بما شئت وحد وانت فيهم في أهل الطائف ري طائف ري ثقيف إيو ري مكبة كل قد لبضا أهل القريتين اسكو الشيء كبركو بإيي وحد كسمين الله وحد رب تكس أمر بحسي ملقاس فناداني ملك الجبال با إله الله اللي أجبيل واسكو حريه نبي محمد يودحي مخلوقات كنبي محمد الله ودحي ومعلن كيس صغارت نك سودو ملك سودو ويني ساس الله سودري واك ملك الله هذا الصغ فناداني ملك الجبال ملك بوره يقويها اله الله فسلم عليه والسلام اي وي دواق يوم هتنا والسلام ثم قال عليا محمد محمد ان الله قد سمع قول قومك لك اله هو مقل تلكا ور ودودي وا مقلا اي حد غدك كو سميه وانا ملك الجبال أنور محانه مسؤولكي يوزيرك بورها مسؤولك آه وقد بعثني ربي إليك ربي قيبا إيسو كادري لتأمرني هذا فرطو بأمريكا أدقى تلاد هذا ويحكو لقم من كتالي أنور وهو القلعية فما شئت محاد دون إيساوي محاد دون تأينا تسعاد آن سمعيه محاد قربت وإستفهم ويديني إن شئت هذا دون تو أطبقت عليهم وحان كد بولي ري ثقيف إي قريش با الأخشبين لبدا قوة وين أخشبين كل لبدا قوة ليقانوي وقول جي بورت الأورنج أبو قبيس إيه يبورك لو كسر جدول ليقو عقان ليجادو لبدا بورد وين جبل أبو قوي وبور أدو وين مكة أدوية ككان وامد دورة هيو أصون أدو وين لبدا أصلا سكون فن هياو وحق أد حيران باب أنا إن عرضة دوجة رطاء في ريم مكة فقال النبي نوح عليه الصلاة والسلام وحيري بل أرجو حان رجينا يا أنكوع القبا أن يخرج الله ربنا كسو صاروا من أصلاب دبر كوذي يترن كوذا من دون يعبد الله وحده إليه كلي عابده لا يشرك به شيئا أسوى إلى أشرك يا لينين للرغم ما هي وقت بأن السين الناب النبي كتلي عليه الصلاة والسلام متفق عليه الأخشبان وحوي الجبلان المحيطان بمكة واللبذ قوي ووين كهر رئيسا مكة لبذ نعكتشرة والأخشب أسلكيسنا وقعيقعان إيو قعيقعان إيو حوي أبي قبيس أما أبو قبيس با أخشب كنا هو الجبل الغليد هو الجبل الغليد بورتا دقاحا ميران آدي آدو أذك إن محلق قضائي مال غمر منا اللهم با أخشب كالله إذا هذا إن تنوحي كتوسة إسامركة العفو عن الظالمين والمجرمين من نبي السماي نحرس بإلى قلبك سجلي رحيم فبما رحمة من الله لنت لهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سيدا هذا دو هذا مكوك قالوا سكب الداية سيقولوا حتى واحد عفن متجر واحد عفن متجر ما أنت قال ومالك هي بلي لب الله من بعده وضع أرجوسني ولي بواد بابيني لك الله سمي متجران مرك النبي يقول لكم حور مايا وحول بي وسمايين عافس بانك دورتي أولاد دو ذا إله ينو بركيان رجينا يا أيوين إسلام برجي سيدو وين نقط وحير با قال لما قد انت تقيد بضن قدواء إسلامين عرض تدون كل وضع إسلامين سيدو النبي رجينا يا ونحريستا يا عفقة يا ميشا كتشرا رقان كاس أمرك النبي قول هاو إلهي أمرك أوسيي بوقاتي العفو عن خذ العفو وأمر بالعرف وإياه طيب مركز مركز أنا آخرين هي آيات شو آيات بنك التجي ما هذا وش شيء قوي ده آيات داس وقال تعالى فصفح الصفح الجميل وانك التجي فصفح نبي الله عافي وصفح جميل والنبي قل سمي وارك تنهض ما على النبي وما عتابين حوام الشيء قنن
وحول وحن رجعي إله إنه أيجا وإسلامي أولادنا وبركة فصفح عفي دتك نبي الله كذل ما الصفحة الجميل الصفحة الجميل عندها العلمي وعفنت أن لهين عنانتا عفنت أن عناين لسعنين أما الروح هذا عفي سي دم بيجي آدم حسوسينين كذا الصفحة الجميل لي هذا الصفحة الجميلة يا صبر الجميل القرآن هو اللي قشة فيه صفحة الجميل كوأنا الروحي أدعف بذه أذون إيدينين وأنكو عفية لكن لصعه صائي صائي صاصة دي الشيء كان دي الشيء كان الطمي شيء لكن واكو عفية ما صفحة جميلة ما إن دم بقي حد قدو بكيس أذون حسوسين عانانين أدعف بذه الصفحة الجميلة إلى هذا أما الصبر الجميل وأنا دلقا تأذون شيغانين أذون شيغانين فاصدع بأمر الله لا تخشى الورى في الله واخشاه تفوز بأماني وهجر ولو كل الورى في ذاته لا في هواك ونخوة الشيطان ابن القيم واصبر بغير شكاية وتسخمعها بغير تسخط وشكاية واصفح بغير عتاب من هو جاني وهجرهم الهجر الجميل بلا أذى إن لم يكن بد من الهجران الهجر الجميل ومحي ومثل كان ابن لسعون الصبر الجميل له وصبرك أن لسعون الشيغشو واصبر بغير تسخط وشكاية أظن عرن موشنين حق أن الشيغنين أصدل قال هذا هو الصبر الجميل واصفح بغير عتاب من هو جاني عفي أظن عنانين إنين روحك واحد قدبي ورام بسويل وهجر ولو كل الورى في ذاته لا في هواك ونخوة الشيطان هجر الجميل كانوا حكوشة وهجرهم الهجر الجميل بلا أذى إن لم يكن بد من الهجران مركا الصفح الجميل وإن الروح عافيدو أظن عنان سنين أذ عافيدو أظن دنبق حسوسين تيب النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام حرم مايا لطابن مايو لا أكبر مهاي بور الود بول مهاي للرق مهاي هي وحنكر رجينا يا إلهي إنه عرب توضا الضم ببركة يا أبد كوضا وين أقول نقطة سبحانه عليه الصلاة والسلام دول قاد كاس أمرك لدونا يا صبر كاس يا نحريس تاس وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال هو إذا وحج لما ضرب رسول الله رسول كلاه موسى قراعين شيئا قط ولقي بيدك عنديس حيوان يا ابن آدم يبها من النبي وموسى عن قادين ولمرأة هويني لبتين النبي وموسى حوذنين ولا خادما أذيقيك عن ير نبي وموسى قراعين إلا أن يجاهد في سبيل الله جد كلا إنه قد قال الله ينبغيين ضد قال الله هذا عدو ونبي واسكد عن شري لكن سيدا كلي نبي ومكة عن قادة شرى أيضا يبنان تاي إن هوينك هذا يحد قدبان لحوذي أي بنان تاي أيضا لقو حد قدبين شرعونا كهالله أي بنان تاي خادمك حوغو إن لإدبيوه هذا النبي يقول دورتي الأفضل وأنا يوحى شيء كلية ونصنوك عن قادم وما نيل لما قارين والله أحلق ما شيء منهم من رسول الله شيء ظلم لقام قالين قط ولقي وفينتقم وأرقى كأرقوست من صاحب الروح النبي قال يبكو أقيستي نبي محمد ولقي ما كما أرقو الروح كحد كتبي رواية لما رأيت رسول الله منتصرا من مظلمة ظلمها قط عائشة صلى الله عليه وسلم نبي محمد أرغوستي أما هي الشذي ما أرق بيتري ولقى سوى الله ظلمي ما يدول أنت عافس ما رأيت رسول الله منتصرا من مظلمة ظلمها قط سدا سوي وما نيل لما 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 عناتهم منهم من رسول الله شيء شيء عرضي جسيه شرفتي جسيه عدلي جسيه دينتي سكمله وفينتقط ولقي فينتقم وكأرجوست من صاحبك حد قدب كأيوه عرب كدير إسكلها إلا أن ينتهك إن لو حد قدم موين والله دلع عشوه شيء شيء ومن محارم الله من حدود الله سبحانه وتعالى حدود دي سد الواحد قدبه والروح عسق الدم بجونا الله وكجله دم بجانا وحد ليه هاي النبي وحد كوفنجروي لكن يوحى صاحب صابسن حتى دليل هذا ما في عند بين علاطاي خائن باطاي كناطاي صاحر باطاي عادل متي وحول بيكو شيغان كو حتى اسلام شيغاني
نبي واسكت دول قادني. وهذا هو من رحمة الله وفضله على الأنبياء والرسل. أنبياء والله صوت دري ومسؤولين حل بيقادن أمد بالله وحقوش هيك أمد وحاك إيمانا يحد قدب أفلولاته أفلقات وجائف إريان هبونين نبي الروح وحكا الشيقة بمبرنا إنو عفي وإنو الدلها دي العران لها ليب بضن بيانبيض الله كل ملاهاين سبحان الله ربضن بسوقي سوقي الله أيها الله فوضي الدين كودا وكي نبي قرن جري إسكادا يهبل يان لأوران محمد وحول الله يا حرتي سو الله يا حرتي سو بكسو النقضي نك حرتي سعونها يا صاحب بدي يو حطرها يا وركع عرارة الأوران الله أيضو يقال لما تنبي قوح لغشيه أي حد قدو بتاي ودن بكوان أوسن جرين هدنا وحال الله فصحي انت النولايين حق العفو رحم الله موسى لقد أودي أكثر من هذا فصبر وكي نبي وكوها القبصة دي ما أنك عبد الله مسعود ووشيك كي خارج أفلقا دديس إيا كي منافقا أنساري أفلقا دديس إذن ساسي كالاتهاي هدي الوحد قد بحدود إلهي محمد نبي سمين جري فينتقم لله تعالى إلهي بمركاسي أهي لنشري وكي حديث كلا هدي حد الوحد قد بأدين تميل لك قردعو هول نبي كب حسن كان أشدهم في الله في ذلك أشدهم في ذلك غضبا مسلمين توران روحوا عرب بدن أهي الله بدن نبي نغن شري يعني هو قبل نبي وحاضر نبي إنا تكعفذو دين كناد إلى لسو وتيسلف وقتل مع الرضادي أحمد حنبل وحيدة هذه أحمد واجهوره من دبع سن النقول ومعان وقبو وذن أركي إن أصو كعسن أما حناقسن بأيوها مرك اللجاري يوم المحنة اللجاري فضة خلق القرآن أي بلابتي أي وذادي مثل الحرو يمثل كرباشو يمد مرك اللو إن دقوذي قوشي أي نقدين أحمد وحيد وحنا ننكلوا بالنقضيبة بر سوتها جنب بالنقض بر سوتها جنب حيلا مركز مسؤولياتك يمادان عند الحقائق وين وركو عضاده عند الفتن والمحن وين هوش عضاته علماء الله الدنيا يا مركز اللي قلت بدباده صوبانو محيي عليه الصلاة والسلام فتنة كوين دجال وانكتغي نبي مجرتبولي دجال با فتن كأدونك أو شرب بضان نبي أفرصه مسؤولية سوقات وحولها دو الدجال صوبحه أنا إذين شوغه فأنا حجيج كل مسلم عن نفسي برنوب عليه الصلاة والسلام نيو والبو مسلم أنا أهل لي أنا درن يقادة إسكننا استقدناها إذين كو إسكعب أنا إذين كو يقول داية محان عالم إذين كو مسؤول إذين كو آي هذا مركي هول دينيتي ما دا أنا سوي استاغين أنا حجابتي وأفصد هدو الدجال صوبحانا فكل مسلم حجيج نفسي عليه الصلاة والسلام روح كستو مسلم الدين كيس هدفع على صوها يزدفع وهذا ضوضو علماء ذو حلقة رأى مركي هو شاتي ما دو إني سوي استغان سيدو أبو بكر مريها أقول لك تمركي يوم الردة أحمد يوم المحنة أرددي سيبا يابطي حيدين لا صدن سنة أحمد الله سوى النولين نسك قبو أبوها لكن ما لنك إلا قار يوم المحنة ننكروبا نقضيبا أحمد كان نقال نبيا معها بر وحو يلي أنشرين ورمطي مايا والرخصة قادم مايا ونمكو يكدي لها يان هولي دين تعلمها دانين قبصة اثبتوا مركي دم بمركي إلهي أقر قاري ومعزل الجبطي وربن عباس جبين وقويم المتوكل على الله قويم يالي أحمد ونو البوك لبا أنك شقين هايه هبل با كمذا هبل با نو البوك قيب قاتل لبك هذه كرباش هذه قراع هذه إيو ضد بنيل وقليه إيو لابد السنة حد نيت كل واق وانا محاك سمعنا كل وان عفيف بولي هل إنه وحواه يستمتشرو حتى المعتصم وان عفيف بولي كي دب هيو يا أبو إسحاق شيطانك أمريكا أمريكا سكو شيء يا خليفة سكو شيء كل واق عفيف بوا حواه يستمتشرو وحد دب سو قارم محبوب سو قاري دين إلهي أبو سلمة عبد الرحمن محيي وتغزو مرتين الأدب المفرد أصحاب الرسول الله إنما إسك سهلن أو إسك الدبع سن أو بكورة شمان إسك وطاء ملكك كوان إلا أن كيف راح صوم رسولين وقعمه كجيا له أحد نسيب عنه علاما كريم إسك هايم بول لكن مركي هول ديمات ما فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال
markay noqoto islaan ha loo heeliyo ayagoo maasab ku soo hadhi jiray buu marada jicisanayd iyo farihii jicisanayd bakoorad waxa way tagaysaa bir buu ninku noqonayaa laakiin daairat caamada iyo markay bari samaadka nin xiniisa banaanka soo dhigta maalinkii la isfiiriyana ilaada maaniga maaya weligayba ma tukanin ya wanisoomina way la tahay kuwaas laba baaro kuwaas iska ilaaliye kuwaas iska ilaaliye lafdigii wuxuu abu salama riwaayadkii qayb ka mid ah faida uriida ala shay min amri diinihi daarad xamaaliqu caynihi kaanahu majnuun saxaabigu wuxuu yidhi maqad awl diimeed ba hadday hawsha soo gasho indhaha intay wareegaan baad moodo inuu waalan yahay usmi yar qabin ba wadaadka suwaadku wadaadka shalay ayaa miskiinka ahay timaha cilaanka marsan haya qamiis jajaxa iska wata ul iskaga tukaba luudahay ee aada ku haya maa ninkan waashay waxay ku kala qaadantahay awl diimeed iyo xaggee ka qaateen nabi maxamed si kastoo loogu xadgudba asaga lafiisa kama diiro waa iska dulqaata waa sabra diinta haddii la taabto كان أشد الناس غضبا في الله معناها سأل الدنيا لكن يدونك حنيين صباحا مركز جباتك الله عوني ما طيب يسمى مركز واحتر دين أيتي ما أدنا ما لا يكب حين أبو محمد ولا وايا هي أو شا إسكي إلالي أو شا إسكي إلالي أو شا هو الحموية وعن أنس رواه مسلم وعن أنس من رضي الله تعالى عنه قال كنت وحان أبو الصحابي أنس أها أمشي مثل صعد مع رسول سبحانه الله الوين إيمان ما لما كمذا وعليه برد نجراني معوس أما قو لكن النجران ما يشنو دحي حجاز يمن قبل كان هذا إسكوا هستان رئيس سعود كواك ما يوا يقاتن الدعير قبل كاو يا نجران ليد هذا كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سياسات كي عند ما يصومر تورن في التاريخ نجران يوم بالله حكومة جري واقدام بقوانا قاتي مش دون هلا هذه كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد يا نجراني معوس اما جو نجران لقى كيني بو نبي مركا قبي غليظ الحاشيه درفتي زو اي كنتاي فيدا مردين تفيدا وحا كغا يالي مر ادق با لقى تلو قلفسن حاشيده وا فيدا درفت معوزتو افكار كيداسا يا قلفسنا فادرك وعرابي نين رمي النبي سو هايو كدب يمد فجبده برداء النبي قيسي وقبيب كتشيدي جبذة شديدة رفشت دران برضو النبي رفتي النبي سعيد من تم عوز سقوي ساق وقبي وكعي جيب النبي ساق وصور رفتي ومسؤولك مسلمين تقوى رسولك وملحويني كمي مع قطقنا فنظرت إلى صفحة عاتق النبي وحان إيجيب وري صحابي أنا سها نبي محمد قورتي سي باب عيدي بان في لقنت باب عيدي بان في طبعا كي بان ساو فيري صفحة حات قوة لقنت أما قورتا صفحة دونا وابابع دان كان أما دينا عن نبي قول لقنتي سي باب عيدي بان في يبلر كيدي وقد أثر أيضا هذا السي بها لقنت وحر هذا يقورتي حاشية الرداء قيد أفيسي يفيد يمحوها طرف كيسي من شدة جذبه جذبة عفو لفشدو ودفتي اداي جيدي دراشدي خو جيدي با marka way jeexantay luqunti nabi maxamed ba jeexantay adu maxaa suug nin boqor adu hawsha lagu sameeyo masuul yar hawsha adu lagu sameeyo hal dilo way fadar bu cunu qoba iman lahay thumma qala wuxuu inta markuu isku daray falka foosh xun la yimid dibka nabiga u geystay wuxuu hadana eray loo baan ya muhammad muhammadow يا رسول الله ملا يا نبي الله ملا مر لي امر بور امر ابحي من ما الله الذي عندك مالك الهي اكتر ادغي امر بحي ان ليسي سي يد انت وحاسو دغال خي وحان دا دون برادني يا دباتا فالتفت اليه نبي محمد بافيري انك من العصدي فضحك النبي هو قصلي وكو قصل ثم امر له بعطاء وحل سيوجه وحل سيوجه بل وحن راديه والله يا ابي وان امتحان هذا محمد امتحان اي هاي سو با ان لو هيلي اي روشي لا ميل كخدا و هو اركبه وا مخ وا شيلينكا وا سو كو نف بخايا و ددك و دبايا marka wa nin imtixaan oo xabsi ku jiro adduunyo meel gashatay akhlaaq anbiya aan aqoonin anshi aan lahayn qaab loo dhaqmo culuma aan aqoonin hatta hadduu wax weydina gobana wax loo weydiista dil iyo wax isku daray erey qalafsan nabiga uu dilow dhabaatay iyadana erey qalafsan
nabigu markii kan oo kale wuxuu luguma tiigtay waa loo naxariistay isagaba silc u dhimanayay fadaxika nabigu waa muusada waa qoslay thumma amara lahu bi'ata'i wa ilahi naxariistiisa iyo karamku ilahi rasuulka galiyay iyo dabcigiisa wanaagsan iyo cafigiisa khudil cafwa wa amr bil urf wa arid an al jahilin fasbahi sabh al jamil wa kan oo kale maxaa la rabay hadii la cafiyo waxa la yiraahdaa wa gobanimo hadii wax la tarana wa idfa billati hiya ahsana salaso martin wi in la cafi hasana yahay cafi iyo wax siisma in la isugu darana oo isaaadi u xumaantu sameeyata looga abaal gudo wax fiican la siiyana wa idfa billati hiya ahsan marka sidaasay ya ya salaf kuna ku dhaq ninka loo dhan jiray ibn aun sa ninka taabiiga qiimaha badan muhaddithka nin aad dul qaad badan oo lagu shabeeyo saxaabada iyo nabigu aan jiray wuxuu lahaan jiray hal uu aad u jecel yahay wuuna ku xajiyi jiray wuuna ku duuli jiray jihaadka ugu duuli jiray hashib maal maalmaha ka mid ah hashib sidaa u jeclaa yuu adoon uu asagu lahaa buu hashan kaxeeyo soo waraabi waa gaadidkiisa mar faras bay u tahay ugu duula marna gaadid bay u tahay waa ku xajiya waa ku cumraystaa haduu aad u dhaqaale oo jecel yahay hashib ninka kaxeeya adoonka ahaa adoon hadda wax ka shaqul xule hashi markuu aroorinhayay buu hashi intuu garaacay buu ishi ka tuuray tusixun u garaacay buu ishi ka tuuray hashi wuxuu soo kaxeeyey isheeda qulqulayso dhabankeeda ka qulqulayso daadanayso xertii ibn cawn cabdullahi ibn cawn oo dhan ba waxay hadduu cabdul ibn cawn maruun xanaaqi lahaa oo wuxun uu ku hadli lahaa ama falfoocun uu ka iman lahaa maanta walle ka imanayaa aan sugno waa la sugay adoonkii hashi wada waak wuu fiiriyey subxaanallahi buu yidhi waxaan wejiga ahayn ma weyday yacni meel aan wejiga nolosha aad ka garaacdo ma weyday ilaahay haa kuu dambi dhaafo buu yidhi idhab fa anta xurun liwajhi illah hashan iska keen miyaad awoodaan idinku miyaad awoodaa gaadhigii aad xoogow caruurtooda ugu shaqaysanaysay hadduu wadaad kaa caariyeysto oo derbi uu ku soo dhufto ka warraba indhaha ka soo jabiyo oo iyadoo isagoo shidaalka shubahaya oo biyaha dadinaya uu kugu keero ya kow horta soo hagaaji sidii isugu soo celi mar dambe haddaan kugu dhiibo bini aadama ma tihid war xageed ka timid dagaal soomaali waa taqaana hawlaheeda wuu la yaabay wuxuu yihi subxaanallah meel kale ood ku dhufato hasha miyaad weyday wax kale ma raacinin ilaahay kuu dambi dhaafa buu yihi idhab fa anta xurun liwajhi illah maalinkaasay dhaheen waan ka samareeyay ibn cawn in dhaqan xun iyo ficil xun iyo cadho aan miisaane ay ka soo baxdo maalinkaasaan ka samiray wa hashu ugu jeclaa xataa caruurtiisu ka jeclaa baa leeyay mar wuu ku duulaa marna wuu ku xajiyaa ha lagu dhiibaa saa waraabay garima markaad isha ka soo ridayso ama waa nin iska xanaaqsan hadda addoonku waa taqaan asiisuba lagooyiyo iskaga badan yihiin inuu ilaahay toosiye mooye dhaqankaasay salafku lahaayeen dulqaad baa loo baahan yahay cafis baa loo baahan yahay ummadda dabci baa la iskugu keenaayo xoolo la iskugu baan keenay ha loo dulqaato ummadda muttafaqun calayhi wa can ibnu mascuud radia allahu tacaala can qaala wuxuu yihi saxaabiga ka'annii anduru waxaad moodaa inaan ishaba ku hayo ilaa rasuulah rasuulka ilahi aan eegayo rasuulka oo yaxkii ka sheekaynayo ka qisoonaya nebiya min alambiyaai nebi ambiyada ka mida salawaatullahi wasalaamu calayhim darabahu nabigaasoo u garaacay oy dhibaateeyeen qowmuhu tulkii faadmahu ay ka dhiijiyeen wahuwa nabiguna yamsaxu dama dhiigga uu ka tirtirayo can weji wejigiisu gacanta ka marinayo wayaquulu xaggana uu leeyahay allahuma maqfir liqowmi allow tolkay u dhaaf fa innahum laa yaclamuun waxba garan maayaan aqoon dara u geysay muttafaqun calayh baabkii saddexaad baynu xadiidka ku soo marray nabigan isaga qisada nabigu wuxuu sheegay calayhi ka sheekeeyey maalinku qaybinaya ghanaa'imtii xunayn ee jicraana uu ku qaybinay ba cabdullahi mascuud wuxuu yihi nin munaafiq inuu ahaan u malaynaya ama ansaari ahaa ayaa eray xun nabiga ka yidhi qaybintu nabiga qaybinayay ayuu ku hadlay hawlaan loo baahnayn oo wuxuu duray nabiga qaybintiisii cadaaladdiisii hawsha baa nabiga u sheegay nabiga aada uga xanuunsaday hawsha iyadaa markaasuu sidana yidhi maalinka wixii ka dambeysa waxaan go'aansaday inaan nabiga aana u sheegin war dambe oo dhibaya aana u sheegin nabiga nabigu nabigu ka sheekeeyo isaga isu jeedo oo tajrid isku sameeyna waa la sheegaa maya nabiyullaahi nuux buu ahaana waa la sheegaa xaggeenna ku soo marnay meel nuux waxay kutubu siira walmaqaazi watawaariikh waxay sheegeen waagi hore nabigu markuu diinta u bandhigo
intay isku tagaan bay dili jireen ay garaac jireen u gacan qaadi jireen markaas uu suuxi jiray ilaa uu suuxu miir beelo ayay yadi jireen u gacan qaadi jireen markii meedahan uga tagaan dabayshu marto iska kici jiray markuu soo kaco dhabaan dhawdo iska loodo yuu dhiji allahumma ighfir liqawmi fa innahum la ya'lamun waaqida markuu arkaaday arkay inay aysan diin u soo jeedin oo aysan rajo lahayn oo uu ka samray oo kii habaaray hadii rabbi laa tadar calaa adma alkaafiriina dayaara rabbigiina uu ku yidhi doon ka samayso doon ka samayso intu hore laakiin saas ugu dulqaadan jiray nabigaas inuu nabi nuux yahay baa loo badan yahay nabi nuux adigu inuu aargoostay oo uu dagaalamay unbaad ogtihiin mooyeedhe intuu asagu soo dulqaatay nabi soo dulqaatay ma jiro say u rafaadiyeen nabiguna sidoo kale allahumma ighfir liqawmi fa innahum la yaclamuun waxaa kaloo ku jira inay bannaantahay gaaladu intay nool yihiin dambi dhaaf rabbi in loo weydiin karo intay nool yihiin idaa kaanuu axyaa hadday nool yihiin ilaah u dambi dhaaf waa la odhan karaa oo macnuhu aad ka noqonaya ilaahw islaamka soo geli oo sabab dembigooda lagu dhaafo allow sii ibni xibaase wuxuu yihi sidaa ma ahee wadaadwen kaa hoos bixine dhibka aniga ii geysa allowu dhaafo weye amaa kufri lama dhaafo asna warkiisa waa fiican yahay warkaas aad buu quruxsan yahay wuxuu yihi ambiyadu xaq bay u lahaayeen in ay caafiyaan cid kastoo dhibta wuxuu allah maqfir liqum waa maxay waa adiyadda ay nabiga dhibeen ay dhibaateeyeen ay dileen ay ka dhiijiyeen allow u dhaaf weeye ibni xibaan asagu sidaasuu saxiixiisa ku yidhaahdaa ama alkufru falaa yugfaru ilaa bitawbatin halkaasay ayay wadaada mareen laakiin daahiru lqur-aan wuxuu tilmaamayaa gaaladu intay nool yihiin dambi dhaaf rabbi in loo weydiin karo ma kaana linnabiy waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu uli qurba min bacdi maa tabayana lahum anahum asxaabu ljaxiim intay dhinteen kadib wey istikfaartu waxay mamnuucu tahay oon gaal allah ugu dambi dhaaf la odhan karin oo allah u naxariisa la odhan karin markuu dhinto oy naftu ka dareerto intuu nool yahay dhib ma laha ama ta'wiilka ibni xibaan iyo jamaaca min salaf ee mareen mar ama daahiru lkitaab ku soco laakiin gaal qalaf yidhi haddaad tidhaahdo allow u naxariiso ama allow jannada gee ama allow u dambi dhaaf sidii ina ilay aad tidhahda mala zanaawi muslim ma tihid warkaa ma haysaan imanka reer macalina yidhi mala zanaawi allah u naxariisto warkaa soo ma haysaan ya ogaadeen meeshuu ka buskiciyey warkiisa ma haysaan masaari baan la yaabi jiray jigjigay ka bilaabatay jigjigay ka bilaabatay baashi qoliila diin bayba ku rooyiyeen ee reer macalin bayba ka dhex bilaabatay nin fasahaaday reer macalina ma aha soomaalina ma aha muslimna ma aha toban jeerna waa idin sheegay warkaas ilaad ku daasheed warka inaad fahantaan baa la rabaa gaal gaal dhintay iska ilaaliya kenya kuwa nood istan way ku aafisan yihiin gaalada ay saaxiibada yihiin baa qallo finkaasa taxsiya tagahayaan ilaa u naxariisto janna allaha gooyo allaha ka waraabiyo wadaadkii reer masar muxuu yihi shaydaankii murtadka ahaa baabashanooda war muxuu aha kii dhintay baabashanoodan soo ma ahay boobkii muu ahaa ilaahay u naxariisa bifadli maa qadama lilbashariya wahal qadama lilbashariyati ila alkufra watansiir iska ilaaliya hawshaas khatar weeye dadkiina gaalooyinka ku dhex nool iska ilaaliya qur-aanka ha ku tumo kitaabka rabbigay yaan lagu kufriyin gaal hadduu dhinto ilaahu naarta ku fogay dheh haddaad cabsato he afkaada edab u yaal soo ismayna garan laakiin ilaah u naxariisiyo ilaah u dambi dhaafiyo hawshaas rabbiga ku abuuray baad la dagaalamaysa oo ka soo horjeeda asagaa kala xukumay addoonkii raaca ahlu janna wey jannaha lagu bishaarayo kii diida naar ugu bishaaraya meel allah sheegay maa ilaahay iyo unkiisa aad u kala dhex galaysaa edab darada ha la joojiyo adu adda jannada qaybiso ood dembi dhaafka qaybiso ee naxariista aday kuu taallaa laakiin xukunka rabbiga maya aad tidhahda allah u naxariista gaal baata muslimatii markaad tidhahda gaal gaalnima ku dhintood og tahay allaha u naxariisto janna allaha geeyo allaha u dambi dhaafaatir faqad kafarta biijmaaci lmuslimiin muslim ma tihid soomaali ma tihid reer nood istan ma tihid yaa tahay reeseyber yaa tahay iska ilaa hawshaayada yaa idin baasha idin dhuumanin yaa idin dhuumanin متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال رسولك عيدي ليس الشديد منك أود بدن معها بالسرعة عفوا بالسرعة شديد ليس القوي وي. ليس الشديد منك قوي حوق بدن معها بالسرعة منك وحلقده السرعة وانك غير كي لقدي رقد دادية السرعة وانك عن شولك أسول لقده حقي نقصه مرة باب كي صدحات بنقصه مرة سرعة ذات رادة ريبته والذي يسرع كثيرا والضعيف إنك عن شغل كي ونزقو نيجي لغشي جيسي حقا نتبرت يرا عودي رقبو ربانكودو ربا حيث وقت كيسي أنا نعيق ودولو وقت كيسي بنا نيجا إسلا الله بو طابانا يو جيسي لكن تبرت ما يو دول كالا ديقا هيا حودينا عيو محودو الوقت كيستي بول وإلي دولكم بالاي ديقي نيجي إلا مرمانا هي دوان كيسي محود ربا حقو دعدي بول في كسور ريسا المهم سرعته حركه السرعه والذي يسرع غيره كثيرا والقوي الشديد الذي يسرع الرجال هذا ريبتنا وضعيف اسقوا للقده ضحك يا ضحك كليين نينك ذلك كقسلي نينك لغو قسله وكلو انما الشديد نينك حوق بدنه وحوي الذي مدك يملك هننا نفسه ونفتيزه عند الغضب على مركه اعتماده قوي وحاءه على مركه اعتماده قصه حديث قولها وانك سو مري باب كاس كسو مري نبي محمد وحو سو مري انصار ميل كو عيارايسو دليرودودي دقيدودي اي لغتمهايا وللي هبل با مانت ريهو جولكي قاداي واخ دين عيسو كدغا وا لا وايي مركاس هو نبي يا ايدن كو ريهي هبل با نوغو خوق بدنو رغو دم مسيحيي نبي وحو ما ايدين شغا نينكا نينكا خوق بدن نبي الله نو شيك بالا انصار بو كوما هينه أنا إذا شيء يقول هاي وننك ولالك وادح مركو إذا هذا أو عروه عرض قبره أصدق الشيطان كيس يا صاحبك الشيطان كيبو كأت كاذبول مركو ولالك كقدر يكون عايش الشيطان محور ربا أنا أذكر عذان أسفيران بدوني الشيطان بصدر أصدق كذا محور ربا وننك وغير كيس كعلي بقوله لباس الشيطان بحرق أذكره الشيطان كان صوص صور حي ماذا يقول صار حوله من دل بعثة مركون إنكن هو يدا بعيو أبا بعيو مالود بعثة ساكو يدي سيسوم حو فود قريب كله لا بد الشيطان إنك كريه أدل قاتي إن عرونن أما عرضي قبري حن من إنك أسا نقول حوله دتك أود بدن أو شديدة متفق عليه باب احتمال الأذى هو باب هاي لبك إن لا أدل قاتل لوجك السدو صبر الله يش قال الله تبارك وتعالى والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الى يحيي وحاء امان اسكله الكاذبين الغيظ كو عرض قبره قريه والعافين عن الناس ددكنا اسكعافيه والله يحب المحسنين ددك سماها فان ربي واجعل هي وما المحسنين العافين عن الناس الكاذبين الغيظ وقال تبارك وتعالى ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور وان صمر دور كل ايضا والباب وفي الباب الاحاديث السابقه باب كوحا كيمد احاديث صهر مرت كصهر مرت في الباب قبله باب كان كوريي هذا ان صمريني وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله نبوح الرسول كلاه يوم ان لي قرابه اصلهم ويقطعوني ان كان اد بوحا جودي ابن واشيغتي لكن نبو وداويي حنبي الله ان لي قرابه سكيان لي حقالان لي اصلهم ان حريريو ويقطعون حقنا يقويا انا وحريريا وواناجيا حق يقول يهم بانسيا ضليهن الاليا هيلب كنو دخيان قدريا ايو لكن وحان حمان اهين كما سوفشو واحسن اليهم وان احسان فلا وواناجيا ويسيئون الي انا وان حمان بايو جوابان وانا هدان لقابلو حمان بيكا جوابيا هدان واحترو قوين بيكا جوابيا هدان سلام كيريوفا كسو الرئيس وانا ضد اهلا واحلم عنهم واضل القاتا واحلم عنهم واضل القاتا وان كاين دلابا لبكودا واسكيك سدا ويجهلون علي ويوحد كتبان الجهل هنا وفعل القبيح لا عدم العلم بشيء فقال نبي حور لا إن كنت هدأت هاي كما قلت سيدا الشيكتي إلا وهو الأدو أدك قرابة أدو حيرين كوكويني أدو ناتشين أو كحوميني
oo u dulqaadan oo kugu xadgudbahay saan aad ku wado dee waa rag yar baa laga helaa ninu ilaahay uun karaameeye baa hawsha yaa sameeyey nabi wuxuu lahay in kunta haddaad tahay kabaaqulta sidaad sheegtay fakaannamaa waxaad moodaa tusifuhum inaad raqsiinayso ood cabsiinayso almalla ruumad iyo dambas kulul safigu waxaa la yidhahdaa in budo aad hambato budadoo kale ugaalid oo waxaan jeedhe budada ah markaad biyola-aan hambataa safiga leh cinda alcarab la yidhaahdaa wadaadahanu marka uun raqsiin iyo dhansiin un iska dhego uun afka u gelinayso wey malliguna waa dambaska iyo ruumadka kulul weeye yacni waxaan bini aadan xambili karin fakaannamaa tusifuhum inaad cabsiinaysaad moodaa ama aad raqsiinaysa ama aad afka ugu gurayso almalla ruumad iyo bacay iyo dambas kulul yacni waa maxay wanaag baad ugu siinaysaa waxaa wanaageed cunsiinayso waa lagu ciqaabayaa wanaagga ay xumaanta ku bedelayaan xidhiintay goynta ku bedelayaan xumaha samaha ay xumaha ka horkeenayaan waa lagu ciqaabayaa ila waa xadgudub xadgudub wey walaa yazaalu macaka adiguna kaa zuuli maayo inuu kula jiro min allahi xagga rabbigay dahiirun kaalmeeyey hiiliya calayhim kaaga heeliya maa dumta calaa dalika inta wadada ku taagan tahay adiguna meel ahay baad gargaar ka heli ood kaalmo ka heli kaalmada aad ka doonaysay ilma adeerta iyo garabkii aad ka doonaysay ilma adeerta xagga rabbi baa lagaa siidhaya waxba ha ka goynin xidhiidhintii salaantii ha ka goynin ixsaankii ha ka goynin dulqaadkii ha isbedelin min allahi baa lagaa tegaraya waxaad ka dhaadhici moogta nimanka intaad u atalaysa waxba ku taraynin mar dambe ha la hadlin maya walaa yazaalu ka zulmay macaka la jirankaad inuu yahay dahiirun kaalmeeye ay nasiirun wamuciinun calayhi mid ayaga kaa kaalme min allahi xagga rabbi ka imanaya subxaana wa tacaala maa dumta intaad ku taagan tahay calaa dalika dariiqada ay wadadaas uban rawaahu muslim waqad sabaqa waa soo hormaray sharxu xadiidkan faahfaahintiisu fii baabi sinati alarxaam baa ku soo hormaray oo baabka afartanaad ah baabka afartanaad baynu ku soo marnay sidaas wey باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى ورنت إمامك باب كان وحوك على سارية وحاد يكو خسائي دين توحي خسائي عفي وحاد وحوك على وحي أدي يكو خسائي سوى البول وحد قدبه وحاوي أدو أدو القاضو لكن دين كادي وحد قدبه وأين الله لي ودن قد ودين تيني وإيمان كيني وأمد وحي كرد حي لابد القاضن كرو وحاد يكو خسائي ها على بقرده وليان بقرده جباب برده أدونك صدح ومد القاتان بالله إذا ذا صدح ومد القاتان وحي كلا نوع عفيال سرطو ذا إن لفافيو بقرده سرطو ذا إن لفافيو ننك سرطو ذا بحيوة مقيا بقر هذا لجوك تأمي مدحويني وحيوان شياطين تيسكوش أدونك سكوشي سرطو ذا شيء ملا قابا قلي مدحويني اسكدا حفيزا يركض كشاق إيسان سرطي ساتات بحيزان shaqadaad waayeysaan waraaq baa kuu soo dhicay shaqadii waa lagaa tiray sirtoodoo la bixiyo iyo xaaskooda iyo caruurtooda laga dabo lagu xadgudbo islaantii ood farxumayso gabadhiisi ood farxumayso walaashii dadka xariimulmalik la yidhaahdo ha iskugu dhawaadheen meelahaa shisheeyahaas ka wareeg haween ka shukaanso meeshaa ninkan haweenku meesha ku xaraystay ha iskugu soo dhawaadhe adiga lagu arki maayo soomaalida maqreer sucuud waxay ku sameeyen ninkii ka soo baxaa gabdhahooda iyo umaradooda waxay ku sheegeen amiiradooda didan lagu arki maayo maba jirtaba didan lagu arki maayo xataa naagtay furaan lama guursan karo uma dhowaan kartid mala gaabaa galay intay baxsadaan meelaha yurub ay galaan iyo carabaha iyo dibada iyo markaa meelaha ka raadsadaan iyo kursigiisood wax ka sheegto الطعن في ملكه افشاء سره التعرض لحريمه بالدا صدح ذا بقر ومد القاته بقرته يدي سو درته او دريمه كرسي انا كو هيسته او دريمه ان اد كو سو سوتو كاس زدين ميسن ابيه بودلي والكي بودلي او ويلكي سو دلي ما جرت كرسي ان ادير مله اهل لما ملها ايو ان سيرتي صفافيسو ايو ان ahalkiisa iyo reerkiisa iyo haweenkiisa ku soo laabato anagu waxa weeye wax walba oo kugu saabsan adiga lafahaada muslimiinta ugu dulqaado ama diinka wixii ku saabsan dulqaad ma laha waa in laga dhiidhiyo walidaalika shaafici wuxuu dhihi jiray man istuqdiba
فلم يغضب فهو حمار، من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يغضب فهو شيطان. ابو الشافعي ابو عبد الله الشافعي صاحب الحكم وحول انك لقع عريسيه دينك سنتي للضروع وحو كعرو دينته لو سميو عرون واي وا دمير بور دمير وي. من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. نينك انت لو واحد قد بوار ورال له واخل ضمي ما خل ضمه وإلهي أحدا الله يبوش واكدع با واسر مسيكتي واسر نقضي حالي حمين واك رال له ما يا إساق ما يلي ندلي سو استاقة ورقا سوما قرن إساق أدوار بايدي كشيكي نينك وحوله هو شيطان بن آدم ما بن آدم بكام ما يعني وحو إلي حدود كوكا الليذا وإلي حدود كوكا الليذا. باب الغضب عرضه باب إذا انتهكت مركا لوحد قد بحرمات الشرع الدين تا حدود دي أحكام تيدا والانتصار إن الله شضاء الله لي لدين الله سبحانه وتعالى يدينك ربي جاي. قال الله تبارك وتعالى ومن يعظم حرمات الله روحي ويني إلهي حدود يسي أحكام تيشا عائرتيسا فهو تعظيمك خير له عند ربي ألا أكتي تعظيمك سأوى ناكسم. وحن نقصه من رأيات باب كلواتين تضباط باب كلاتين تبادر الصحيح بين قصة أمر. وقال تبارك وتعالى إن تنصر الله ينصركم إلهي الدين كسددوه لسان وقرقارتاي ينصركم رب إذين هي لأدونك وإذين قرقاريا ويثبت أقدامكم أدمهن واسوغا يا أقول يا الليبان بو إذين سينا يا عز يا شرف لكن هذا دوك قرقاري وإذان ليدين قرقاري ما هي وي ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ينصركم من بعده. وفي الباب أحاديث حديث عائشة السابق في باب العفو بابك وحاكوي من حديثك عائشة يقصه مري بابك عفو هذا إن قلبت صور مري. وعن أبي مسعود عقبة من عمرو البدر رضي الله تعالى عنه قال صحابي وحول جاء رجل نمبا يمد ننكاس وغلام من الأنصار من أنصاريد من اللي يروه رأي أنصاريد بوأها رواية أبي يعلى بعض ديسي إلى النبي سبحانه صلى الله عليه وسلم فقال ويلك وحويه لن يرضاها إني أنا نبي الله لا أتأخر وأكذب مراء وأزداهيا عن صلاة الصبح صلاة الصبح تكشد جماعة عن جماعة صلاة الصبح وي بندبسك قدقها أما كما قيب قلبا من أجل فلان هبل درتي وهبل وإمامك إمامك اسمه أبي بن كعب إمام كان معاذ من جبل ماها إمام كان ماشي لقود دعويني وأبي بن كعب إني لا أتأخر عن صلاة الصبح بأن كدب مرا من أجل فهب الدرت وأن أقدم مرا مما يطيل بنا ديرين تقول نقول ديري درت الصلاة قراءة دير بو إسكا قبسان أيابور وذا دو حيدا وحيوجي إذا مسجد قبا كويا لي بو إمام كأها سيدنا أبي بن كعب مسجد قبا كويا لي بو إمام كأها قراءة الصبح نو ديرين شري ويل أن يروا مركز صلاة كفي عنا يا وجد محب الله منه تجي وياه صلاة الصبح أما إصداهيو ده أنت إمام كهاس كسي وضو مركز ركوع لو ده هاي أيوه مركز كسو آدين شري صلاة الصبح ده كفي لكن رواية بيعلى عضي زيو صلاة الصبح بحدي مركز وقال يصف وبين سورة درب بالله فقرأ قراءة طويلة صلاة بكب حبيني كان يرضاها أنتوا إسكبوا بس تلوار عاد بس كتبوا وأجي مركو بري بنا واحد كده عوي دعوة بس عطه وبين والله شو حال النبى مركا صورة درت بالوضعي أنتوا كبا حي الصلاة دي والله بير الركوع في الصلاة بس كتبوا وأقوم هبل أصل النبي كده عوي نين حد بالسكولة تجي مالك أو يحكي دعي وبي واحد كده عفير صلاة مما يطيل بنا قارئ إمامك وأبي بن كعب مسجدك قبو كويا لا ويلك دعوني وأنساري غلام من الأنصار رواية بي على بسيطة أوفا فايسي نمانك خلطبية شرح لي لا هذه قصة دي حزم بن كعب يمعى بن جبل هي بني سليمة خطأ وهي سكوبة قال حافظكم السيدة سوعة دي وعاقل وسيدة أوشر حين ابن سيد الناس كتاب نفح الشذي في شرح جامع الترمذي كفي رياس أقولها. فما رأيت النبي أبو لسحاب أبي مسعود نبي محمد ما أرك غضب أسقو عروض في موعدة وانا قده قط ولقي أشد كدرا مما غضب يومئذ مالك أنتو عروضي بور
nabi maxamed oo ruuxa u sheegay waanay oo sidaa u caarooda weligiiba ma arag maalinka ka horbu maxay waa alghadabu he lixurumaati sharci wey dadka in diinka lagu diro oo salaada lagu diro oo jamacada lagu diro oo dhabarka la jabiyo oo qaraada lagu dheereeyo yacni waa xadgudub nabigu tiibuu dulqaadan la'yahay oo firsa hadda nasaa'i baad ku martay ibn cumar ba wuxuu yidhi كان الرسول يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات بوري دارين تا يقابن توا شيء نسبة إضافي وي كل بجا ما عدا مسجدك دادك كنت كان يوايا لدى دادك حنوس هاو شاصر إمامك إنو قيمي يو إمامك قيمي ولذلك الشرعي وحيد هذا هدي كو حر وايو اسكور قبطة يسجون أو تكن هيان بقري آل عمران يعني سي ما إذا كنت كذي layo wana man soo lama maad ku xarisan yiin boodan bay joogan ama waa qolyo sidoo quraanka meesha ku diirsada nin walba soo diyaar garoobo inta raashin fiican soo cunoo la soo xan jeerto lagu talagay indha la cadeeyo ilaa waa ka baryahay marka waa loo dheereyn kara salaad waa qoomu mahsuruna al ukta inay raali ku yihiin salaada in loo dheereeyo laakiin jamaa masjid caama waa inaad ku xisaabtanto xadiidkii Uthman ibn Aas waqtadi bi adhaafihim إمام بان كاغا دغه طائف تدكي دوجي جماعه دا توجينيس ميدكو او تبريرنا كو قياس قراءه دادو نو ساي سل وايلدا توكنيا تقيدا تدك حنونسن هاوينكا عروتا واخ لو قيمينيا قوليها وهابيدا بويدها غابن سو تاغا بس واخ لو قيمين ما هي هاوشو ولا بلاادنيا هاوشو ماركو كو خلدم اوبي ابن كعب نغ وخه اوبي سا او عانايا اوبي موسن كفيلينين وا علمدي صحابدا اعلم الناس بالقران وي markay aayadu nabiga ku isagtay ninku u furi jiray weey wax adiga aan lagu dulqadeyn in baan ninkii socoto lagu dulqaadan la soco nimeelaha isli ka yimid ama Soomaaliya ka yimid ugu cusub waxaan lagu dulqaadan laakiin ninkii 20 sano aan ku qaylayay u dulqaadan ma hayo waxa samaysa ma tamisa ma looga qaateen baa jira Ubay marka loogama qaato inuusan u khaldamay maxaad ba horti khaldamay oo la canaantay maxaa asagana ku celiyay marka saasuu nabigu u caaray calayhi salaatu wasalaam فقال سبحانه وحده يا ايها الناس ددوا ان منكم منافسا سنبقى جمعيه معاد بهرن سي هريوي معاد سوق لو منافرين لما دحوا لي افات تريد ان تكون فتانا يا معاد قوني بالله لو مغعاب لكن ما دام باشو اي مره بعد صون نقطه ان منكم منافرين نينك هري ادي و خدس كو در ان منكم وحايدن كميدا منافرين كو ددك فيجيو ديديا او دينكن اوكي سيدنا عمر اورنجين تو خطبه كلي استاغي حجك وحوري أدوم الدين تأدوم إلهي على نعبيسين ورعلي أدومي سيان الله يسكت درين صلاة الله حددك أقابية حجك يا لغو ديبين صفك يا لغو ريحين صدقة في عنسية وحبارة أدب ومروا لها لأن ما مروا سكوك يا نيو ولاة الأقاليم بمال الأدو عنات لا تبغض عباد الله إلى الله بوري إلهي أدومي سيسكت درين وذاتك ريران وكلا وركي سوك الوياد nin shacali jawhar baa la yiri ayaa hiiraan yimid meelahaas waqooyigu u badnaan jiray iyo galbeedka iyo dadku wax ku bari jiray waa shariicadunur sheekhiisi shacamadi sheekhiisi yaa kale shacam cali xasan sheekhiisi wey haa shacali jawhar hiiraan buu yimid markaasuu meel muxaadara kale istaagay waano qolyo hiiraan waa niman dhib badan wey waana dheer buu galay marka caamadii dadkiiba ooyey waa la ilmay waa la khushuucay oday baa hawshu u dulqaadan waayo xuri sheekha sheekh halbaan lahayb idinkan oo ilaahayna halbaan in leh sheekh xuri sheekha idan baye wa idinka wada fiqfiqleen horta mudumar baati maxaa loo yeesa dumar baa ooye ilmada iska tiro indhaha taagoon ninka la hadlay fiiriibo fiqd mar ma maqli karo sheekh waxaan leeyahay buuri adigu namin baaba tahay buuri ahru naar baa tahay maxaa jira إلهي أدومي سلوحون وكل شيء يسابر نميم نوحو إلى نبو نوشي أه نار وي أدو نميم بابا طيبور نار بالذين جين مال بالذين كوكوس الجهنم سوف كت وحنا كوه يسوا نميم نمبود إلهي أدومي سلوح تقدر يس رفيان باتا ويحكون دعش على جوه وكشي كجر دور فدي بكشي كي شحال مع اللي حسن بواجو أنت الشيخ يودياتاي وقاسوا الحوال الله مركز قصيدة وكشي كي حوال صنم من الساعة يقلا ما بقول shaa shaa aniga ka sheegay jiray barka waxa weeye dadka diinka lagu ma diro
لغما فيجيو ولا سو دوي ان منكم منفري فايكم كينبا فايكم كين عفوا اما الناس ضدك امام النقد فليوجز قراءه هغابيو صلاه اوروريو فان من وراي قلاش سوحات تاغن الكبيره وايل والصغير الما يرون تاغنان كرون عيار بلابي هذه قراءه سيده راتب عيار بسك بلابايا انت رو ير ميرس ضدك اسكو داي موقت ابي هو فيرن هيا وير استورن ياي عبار مو وضي عيار بلابايا ودالي شغل كلوب الله كعي حشودك حقوق وكتك هيا والصغيرة مدير باي يا اللي تاجن وتاجنان كرين وذل حاجة مد دنكو تاجن تاي دن لا نيجي بالجماعة على التكتيد دن تنا قبشت أو صور طيب بقرف ود وجلس جماعة ما كسر اللي حرم هاي ستواجي دكسي جيوب بتيجي عم بولد يجوب تنبودي مركبة متفقون عليه متفقون عليه يعني حالة دون الله سعد الإمام كله جيدة وعن عائشة رضي الله تعالى إذا محمد شو كجرا هدي الدين قال له واحد قدبو صغير يا كبير بأنات كفي علوتو كدي ديدو كدا قالنتو نبي قال سوحب الله ما يلي محاوح لي يلي سنة دي الدينك باوح لي يلي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال له إذا وحيت قدم رسول الله رسولك إلهي بأسوق قال من صبر سعر البكيم وقد سترت أنا أستري سهوة ضعوا لي أنا إياهي ضعوا ماشا قولا لنا عيسى بقرام ده فيه تماثيل صورة له نبي محمد بن سعود الكم قنا قولي هو إذا عايشة هكذا شيء مرة ضابع أي كحر دي ماشى الدعاء قولي دين عيسى مرة ضابع هذا قرء سين رمي ري توريت كمريا دربي كحر سمين عارك دي هذا دربي يشميت هذا ستان أي مطلع مريا قولي هل قو أصل قو حر يصير أو عاوز كي في الجمة ده لقو قرية أو قولي لقو يرقر حيا هو إذا مركب مرة أي كحر دي ضابع أي كحر دي قولي دعدي صور له صور له وقد سترت أنا أستري سهوة لي ضعا لها يعني قرية دين عيزي وحنكو أستري بقرام ده فيه مروي ده فيه تماثيل أي تصاوير صور ركوية الله فلما رآه رسول الله رسول كلامك ده يا أركي هتك هو قوي صبنه تغيير المنكر باليد تعانتوا أولادك شف بوصو بروسي وتلون وجه سنوى إسبدري وقدو تنبو وعرضي ليك باكسو إستاك وقال وحنا يا عائشة عائشوي أشد الناس عذابا ضدك روح وعذاب كلل أنا عذاب ضرا عند الله يلا أكتي يوم القيامة وحاوي الذين كوا يضاهون إسكو شبها بخلق إله أنكس إله مخلوقات كان أبوري نفي نول قلية قليها وحصوري إسكو ضيني وحصوران الرب إسكو شبها كوا سأقو عذاب كلل ما حكو قي مرك أو حمالا نصورين لكن صور كبار استعماشوي إذن ومرد وان كرتيد مرضو صور كهوس كله ثالو وكله جرم قاله مر كله قطمي هوس كبحية أم بحران واسك شيء كبرلي كنوا معه ما هوس بوله صور وراق كده لجوس مي صور وراقيد ده صور كهوس ملها مر جيدها إيو بيها إيه هودا يعرك إسك صورته لكن وحن نفل إسك إلى علي كيف هذا إذن كو عذاب كل وحاو محايا المحايا قالين شرك في الربوبية كسر دوادين وسيلة من وسائل الشرك في الربوبية قالين الذين يضاهون بخلق الله أي يشبهون يشابهون بخلق الله إله خلق إسك شبهة أين وح سميان إسك دجا وعلو عذاب يا آخر وارتين حديث وقرن إنسان وحي أي صورين باصون ولا نفقري الله كارتون كي نفجرية شنبرت على صورتين كوأف ونف وين النفجر سنة دورشوا مجاز ما أحد الله ينبوح نولين كرام مايا أنت أتخن ويان دوا لو عذاب الله هل سوي على سكيل علي صور بنان متشرو أما هو سال هذا أما يوصل لهان أما فوتوغراف هالنقطة أما رسم هالنقطة أما كاميرا هالقو قاضو صور مضمن لهان متشرو إلا شيء حاجة شرعي كتعلق دمويه صورة هذا كوكا تان إيشي شرعية إلا أنتوت ملو دقاق كرتشرين كوى الدينيغا إي مدد علمي إلو كايديو كوى محانكو راداي وداد وداد كم قنطايو وربينو أركو صور إيسو در أن صور كأركي وإسكرون تايم دا أيضو إلا بلايا ماشا كتاغني وين اسمنا إلى تا وين حاجة شرعية كوتا علوغ لماذا صور كوى حيعلم لي و حرم سدا للذريعة شرك بؤيه وضيقه
وما حرم سدا لذرع أبيح للمصلحة الراجحة لذاذا أبيح للمصلحة الراجحة مصلحة سوين علماء قونديان مفتيين تكه الله عامضوا لقطة شهر فما بطلق سما البنان الحريسين حرام وي صور حصوصيات حرام وي مع حصوصة ما حد كفى أي شيء ما ترى وحاس شرعية دي دوكمنتية دي صورها شهادوين كيو عشرها الدروسية دي قوة نقطنا الله بري لوصم أي شيء قالتان كل قبر هولاس وما دا دينت وي دن شرعية كدر تو دن جودة ودن إسلامة أما مد خاص وشرعية لكن هولان هولي راكم فريد قال بحسن جال صندوقية يا البنضة يا وحدة شقلا كده قتني نول بفتة إسكو هيزانة صغير كبير بعد ماشوا كطور إنسان ماشي معايا ديشي بس سوشيال ميديا كطور إنسان إسكي إلى لي وعازوا حجر ما باشا حدودها الله يلو ديك العليس كسا إيماني السهو تمحو الشيخ كالصفة وضعض عكالي تكون وحي نقول إسا بين يدي البيت قروا هرتي سقيب تهوري قيب تهوري على قصة مليابور والقرامنا بكسر القاف ستر رقيق وادهج العسن وهتك هنا افسد الصوره التي فيه وي صور كو دنبو بابيه قيبتو دنبو نبو غويي فاطمه كشغل نبي محمد عليه الصلاه والسلام مركو سفر كي يمادو مساجد ايو كوب لا بجري ركعتين بكو تكن جري كدبنا اهل كيس مركو سلام ايو غبدي سفادو كوب لا بجري مركو فادو سو مرو ايو حاسك سااد جري حجر النبي محمد با صفر كي من مركز أباه يقصوا بحي قرقة عن ده كحراي مركو أرقى ده صور له نبي وان نقضيبه كم صور له حنن ويا أرقى النبي ونح عراضي علي بيشوف تأبى أساس يالي محاط ميسي ده سو أبا كحنق أبا يسوع سو أبا مره يقصوا نقضه ده إلى أي تحت شيحه يقبته نبي قو إيمان ما هي بور ويجح لو كرت إحنا وين أهل كذي رك اللي إدبيوي أيوة إدبت وين يقاطع هذي قاله والس قودبين قودبين بإيمان اسمر كأيضا ذي ذبت قادوا يا محلوس وين يا اللي بالضمبيض وآد هود وقود هاي با بيا برف الغب بالبلا هيا شو سلامة يدو شيفتو خور نيزة يا بيا قبو برف الغب طاي مو نقول نيزة هذي قاله برف كان كبر هيا لقبر هذا الفير كله فطية ولا دوا كاري مانيس وهذي فرصة قبره وقرع اجري بيا برف الغب بالبلا اجري يا نمنا رمي وذيك كل فنجة نمنا رمي قد نمنا غنيس أما تصبح يا وحين بغسلي تصبح يا وهو العلوس تصبح وضدك بالدلاي وضدك حلو الغرف توك بابين هيا المهم هذا أنت تقول بسو دوال سعيد بريهات ووقتي هي ذات شوق وهولات شوق وسوشيال ميديا ينطبق يقولون بلايا كدعي waagin taa hawoonka qowdha bisaadana xaarin tirteen ma soconays marka qaab kale wax loo farsameeyo wa anha an aisha idan waxay radiyallahu ta'ala anha anna quraishan quraish ahamhum wa huwa nabiga idan aisha wuxuu ku qoonsaday waa arin diineed hawshaas uu ka carado wajigiisa isu bedelay anna quraishan quraish ahamhum muhammurciyay wal bahar galiyay شأن المرأة المخزومية هوني ذي ربنا ومخزوم أرن كيدي فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد بالأورنجري وقبره وأذا أبو سلمة أبو سلمة عبد الرحمن أبو سلمة ابن عبد الأسد من يا 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 أذا رؤها مركة فاطمة الأورنجري فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسود عفوا بنت الأسود ابن عبد الأسد المخزومية التي هوني سرقت وحدي قبرها سوحدي فقالوا وحيدا هذا مركب وحيد دمع قريش إن أن جبرنا جعنت اللجوينين وعيب تاز جبر قريشات وربني مخزومة ولبا أيا أنت واحد جعنت اللجوي تاريخ جشيء جديدين ورسالة يا شام بجبرنا جعنت ما أنت بتبادية والنبي قال نوجي إرجية أدي وقف كره فقالوا وحيدا ما يكلم يا الله الله يا ما يكلم يا هلي فيها أي في شأنها أرن كذا رسول الله رسولك يا الله الله يا وحيدين قبرنا هوشيد ينان قعنت اللقوين صوبنا يا الله اللي يقول رنكرا وإسود قريش بوضع هذا الشيء فقالوا وحيدين ومن يجتروا عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله ما كيس حلين
nin yaroo dhowr iyo toban jir oo Usaame la yidhaahdo iyo nin aan isaga ahayn oo nabiga la hadli kara ma jiraan oo hawsha kala hadli kara. taas marka waa manqaba min manaaqibi Usaame ibn Zayd. quraysh oo dhan baa intay istooyatay xuuraantay bay waayeen nin uu nabigu kaga kalsooni badan yahay Usaame ibn Zayd. ومن يجتري كل عليه على رسول الله انه كشف عقاده الا اسامه بن زيد موين حب رسول الله رسولك كوجعلا اي محبوب رسول الله رسولك كوجعلا نينك رسولك اجعل ياي زيد الديوان النبي وحده الله صمر مانك الطائف النبي لو دباتين اي ملك الجبال وسودغ زيد بالله سخدي زيد روايتك وبدين نمنا وكيلي النبي ابي شيغا انك دفاع اي حتى النبي بدبادي دغ خبناي كو دعي اسغوا فكلمه اسامه اسامه مركه نبي الله الله سو تاغي خن نبي الله غودان هدي وا كان وا كان او تلكا اساس ليهن هدي مخلدمه واسا وا الله بل غبا دمانته اون حولي وان بخينا وحول با نغ ديار غبا غانتين لغوين. فقال رسول الله اذن ما هذا القصص من سهول دين نبي وشلي كنقت سبحانه صلى الله عليه وسلم اتشفع واحد كي ارغينيزا في حد من حدود الله اي في ابطال والغاء حد من حدود الله حد الهي ان لبريو او دب لو دغو اون لفيلين باد ارغا كتاميا مانت ارغانا ارغا اسلام بانا ارغا تليد بانا وحي غشا هولا غلي حد الهي ما غشو حكم الهي ما غشو اتشفع واحد كشف عقد كي ارغي في حد اي في ابطال حد في عدم تنفيذ حد من حدود الله تعالى وحد سرقه ثم قام دغو كراي اد بو نبي وحنانت اسامه الى اسامه و يري وحان جعليستي ان انا ولي نبي انا هولشا كلا هادلي شي ابد بو اولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نين لغا فيلهي ما هولشا لا يماد قريش بل لكن يا ودها الدين مو تلكي ودا كا غدي ماي وحي دن زمالي رتي رتي ودا ايو يا نبي ناغ ودا من كام غدا رتي رتي تو عايش رتي غا دبل لغا جيرو ان كجيري كي انيغي بابي وانا صدع جيري غو دونت تدبر رتي باي مرتي torti kala soo caayirsaday marka ka gudi maayo ka leexan maayo nimay haweenay waday soo dirtayna tooridan buu ku galin rag ma ka soo diraan buu rooyay laakiin haday saanto goosha ma ka kala jiifta tirada kan oo igay hebel maalo saas oo ilmihi wiiga dilay oo markaan dhaas ka qabtay saas oo igala tuuray horta adu soo nin ma tiid maraday ku caraabiso هؤلاء يدك عربيش وهاولو قلبي ودوكتي مركه تلكي با ودي. ثم قام النبي واستاغ انت كوما ديسن اسامه عنان دي سنه كوما ديسن ثم قام صبر واستاغ فخطب خطبه بالله ابتدى الخطبه خطبه دير النبي قال الا وهاول قطره. فقال ثم قال النبي انما اهلك الذين من قبلكم ذلك دين كور يهود النصارى وحالغو بابيي انهم كانوا وحي اهاين إذا سرق فيهم الشريف نن مغع لها ضو وحده تركوه ويدين ترين نن مغع يا ميقان لها ضو وحده قعدها ميسن كوين ترين حتى ميسن كوفين ترين ويسيد دين ترين. وإذا سرق فيهم الضعيف مثلا مغع لها ضو وحدانا أقاموا عليه الحد إنما جزاء الذي يكون قاد الجنس رئيس سعود ثم إذا أرك رئيس سعود رئيس سعوديان كالتك وحكو ستوي السمايان والله حيره اما ولا تعزير لا تاون ماي باكستان يا افغانستان يمد الصوماليا تسوق صحيفه فوجر كسم يا بنغلاديش انما جزاء الذين يحاربون لو قاضي عدل العراق لحد الزاريه سمينا روكاس فبقى لا يقان اقاموا عليه الحد حد كوفيا مركب بنغلاديش يو ايشك باكستاني افغانستاني الصومالي يو اندونيسيا هو اصلا ما لو قال أقاموا عليه الحد حتى كوفرية وأيم الله الله كل أرتي لو أن فاطمة بنت محمد فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد بيد الله والله قبل دوا ما قاعد يسكش به نبغى واسمي واسوال قبصانية وأنا لما بدو قويس قرش أقيم بطني ذوي حاجة ما قاعد يشرفت ربني مخزوم يه ربني هاشم وأنا ما كز عشان هاي لو ان منا النبي وكو هالقبصدي من قضيه هيسته لبد قويس ريرك اسري لو ان فاطمه قبر مركه كنا صبنا ادونك ما صمرين فاطمه متى مسمى لو ان فاطمه بنت محمد فاطمه ان محمد هي هدي سرقت وحد لها لقطعت يده وفق النبي كانت تنجر لها بقول لها ورحد الهي لقى ما هل موالنتي مسمير بالقبطة متفق عليه. اذا هو شاسي خطروي حدك الهي والله بقيبوت حدكو انتان قال لغي
iyo dawladdi mas-uulkeedii fulin lahayd la gaadhsiinin in laga shafeec qaado way bannaan tahay. Weliba hadduu yahay ruuxu ruuxaan ku caanbixin macsiye iyo fisqi iyo dabdaro, ashafaacatu fi xuduud tafsiil baa ku jira. Nimaan weligii waxaad inoon xumaan lagu aqoonin oo mooryaan iyo tuug isla wareega aan ahayn oo la sii wadaad aragtay waxagad u wadaan waa tuuga waxaan ku qabanaa alaab buuxaday dukaan hebel buu ka socda waxagad u wadaan qaadiga maxkamadda xerada booliska xisbadan u wadnaa war iska sii daay intay warado wax walihii ka qaado wixii keen iga qabaadeero waad ka sii dayn kartaa waa intaan la geynin meeshii xadka lagu oofanayo haddii laakiin la geeyo meesha la geeyo waatu nabigu ka hadlay gabadha xaggee loo geeyo maxkamadii alle nabiga loo keen qadii nabiga la taalla markaasi ergel la soo istaagay aabaatan mar haddii dowladdii iyo ciddi fulin lahayd loo geeyo shafaaca ma bannaano waa kabiira meel kabaayar zubayr ibn cawaam xadiidkii dara qudmad garanaysaanba maalin wuxuu soo maray maalin wuxuu soo maray niman nintay soo qabteen usii wada qaadiga oo le waa tuug alaabtuna ku garab wada u ka ergeeyo war iska sii daay wixiina ka qaata xoolina ha bixiyo yaan maan markaasay dhaheen maya sii dayn mayne markaan qaadiga u geyno markaa u shafiic bay dhaheen u ergee xagga ka ergee kaala adeer anagu waan geynaynaa markaan xarunta geynaa adugu markaa ka ergee wuxuu yidhi xadku idaa balaqa alxaakima falacana lahu shaafica walmushafaca falacana lahu shaafica walmushafic cafwan ninki ergeeya iyo ninki ergada aqbalaba allah lacnada buu yihi yani saxaabadu way yaqaaneen mar hadday meesha tagto lacana allahu shaafica walmushafica midka ergeynaya iyo midka ergada aqbala waa malcuun qaadiguna waa malcuun adiguna aniga zubeyrna malcuun noqon maayo naqlawadii taasi waa dunuubta xadka muqadarka a leh een weli la gaadhsiinin qaadigii iyo maxkamaddii fulin lahayd iyo booliiskii aan la gaadhsiinin haddii la gaadhsiina waa mamnuuc waa tan nabigu ka hadlay ama dunuubta aan lahayn xadka ee tacsiirta leh way bannaan tahay in laga ergeeyo ama qaadiha loo geeyo ama yaan loo geyni way furan tahay waa dunuubta tacsiirta karbaashka xugo edbinta labaatanka ulood tobanka ulood buhabuhaynta maalmo la xidho dunuubtoo sidaa ma jirto nin baynu soo qabanay bakti cunay maxaan ku samaynaynaa neefaan la gowracoon baktuu ka dhargay haye hawsha waa ku caddaatay xadkiisu waa max ma gacantan goynaynaa qaadiga iyo dowladda ku ijtihaadi wixii lagu edbin lahaa kaasoo wixii edab u noqda labaatan olood biit intii la caydhay maku daay in la baq dhabo xogo maalmo inuu xidhnaado in dharbaxa indhaha la gooyo wixii loo arkay in lagu edbiya lagu edbinaya kaasoo kale marka la sii wado maxaad samayn kartaa waad ka ergeyn kartaa in la sii daayo xataa haddaa la geeyo qaadigana waad ka ergeyn kartaa leanna waa xad aan lahay waa dembi aan lahayn xad muqadar ah saa u kala fahma insha allah mutafaqun calayh idan xuduudda qaybna laga oofiyo qaybna la leexiyo waa wax lagu halaagsamo iska ilaaliya la jifiyana bana soomaali way yaqaanaan وعن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامه نبي وحو ارك حاكو ارك يا عندوف في القبله قبلته مساك قبلته كتال هلكاسو كلو كتال فشق ذلك عليه ارك سن النبي دبي قبلته لو توكنيه مسلمين تو قابلين اي لحرمينه اي بي حاكي كو ارك نبي يا عندوف يا حتى رؤيا الى الله ارك ولا دريم ذلك اسبدل كان دبك النبي غاري وجهيس يا قلبيس في وجه وجهيس لا دريم نبي مكو واحد دبسودا وكم موقنيس ruux kastoo bini aadam suu dooni midabku soo ahaadee sheega makuu dhibsado wejigiisa laga arkaya faqaama nabigu waa istaagay faxakau xaakadii ama candhuuftii buu yuu xuqay biyadii gacan si barakaysnayd bu ulbu qaata nabigu isagaa xuqay markaas weliba haddana codsiyaalay keeno cadarkoole udgoon buu ku dhajiyo madabka bedelo ku dhajiyo faqaala wuxuu yihi ina axadakum midkiin idaa qaama fii salaati midkiin haduu salaadiisa u istaago فإنه يناجي ربه ربي يقول لك ودا يلا فقايا صلاه استاغت الله تبريسا عابوديسا ادونك واد كسو تغتاي دقيقه ربي هور تاغنت ما لغا ربا حرمه احترام قدرين اسئلالين كيني هدا حفيز ادهي واستاغ هيا عن رفض اسك داي حتى حي احمد يكرت قفع واد اسكو علين كليها كود الله عزت سو علينيس الينا هور تاغن بل خاخ طف دع كويس مشكله ما مشكله فإنه يناجي ربه ربي يقول لك هوديا وإن ربه ربيين بينه أدونك تكن وبين القبلة تبقى دحية إلهي بد هرتا أنتاي صورة يسر ربنا هرتا أنتاي حرمة يقدر أنت لا يمو فلا يبزغن أحدكم مثل كنيس طفن
قبل القبلة أي جهة القبلة حق قبلة يان لوط فن عن روف إيا حاكم مدنا با حديث ودادة تحسينية بو حكويم إسكدا مسايد أدو كتير بنان كمركة تغداد عن روف إيا حاكم قبلة أطفته انت نوليت إذ كان قال مكلف أهيد وحي عن روف إيا حاكم قبلة أطفته لما أنت سلال لغوص أروريو يا أخرالك لغوص رهيا شم فوسط أواوين بحلقة سبعينية وحي حاكا إذا أفرتن سكنت سنة أدو في السحابة قبلة الغصور هيا ورعوا عن نقاشين كواتا وأكيد هو حاكون شيء قبل ذو حاكون شيء الأولياء والقوة عبينا يا هل سوي إسك إلى ليه وعيد رقبة كيمة وعيد رقبة كيمة قبل وين لا احترامه لا قدريه حق قبل يسون أطف ولكن هي عن يساري دنك بديها أطف عن رفت ضعف دنك بديها أطف أو ما ستحت قدمه قمد يسلوجي صوستا عن رفتها قطفته إذن ومرك أضبنان شوكتا أما آلمان نيسي تمحي عرّة شوكتا وي مساعد قوغلن أما الصبر للمع قول عنه في القطف خلاف نوشا كما تاقن ثم أخذ النبي وحوق على طرف إذا منك تمحنا بودي منك توحاد جوكا ملقي حسنات قولي تريبا اتشرا لن كان أمرك وحي قشيني يلا لا هذا بدع هذا روح كلام مسلمة منك تسنقنين ثم أخذ النبي حقبة طرف ردائه قوقب في دي سبو النبي قبطي فبصق فيه وقطف وحطصها يا قابك لو عن رفطف الله هذي حاكي عن رفك قبطة دوتو كني مرض هذي عماد هذي تشد هاي سوح قطفه يا قبلنا قطفه مدنا كل بيت فبصق فيه وقطف ثم رد واعل علي بعضه قوي بركي على بعض مرض بصائص قوي على النبي مرض قطف تهدي إذا لسكو ترتراه إذا لسكو ترتراه سأل إلى هذا فقال سبحانه وحوله أو يفعل هكذا أما سداس ويهلي ثم مرضى قطف بدنا أوطف مننا أوطف إن مرضى قطف أيضا إسكوع عليه وصاق قطرتر متفق عليه والأمر بالبصاق عن يساري رنك بده إن لقوا عنده فتطول السفري أو تحت قدمي أمر لقوا هوصل إن لقوا عنده فتطول السفري وحكاية جنتاي هو وحوي فيما إذا كان في غير المسجد ومرك أجوك تميران مسجد أهين حق بيح أوطفه أما لقوا وقت أميران مسجد أي مكان جوكته فأما في المسجد مساجد صومها فلا يبصق إلا في ثوبه مساجد هداد زوجته مرضى أظن بقطة فيسا بعض أهل العلم حليم حتى مساجد هذا يعري الناس طاي إن أنت وصلت قطة فتوات حباشة واجب قوة ويبنان تنا قطة لكن الحباشة واجبة ودفن وكفارتها دفنها بدليل شذينه لكن مركو مساجد كوجولين هاي أما سبدين هاي متعلية له باتفاق لما أقوله وحنروف إلى قطفك وحلا قن قاشا يو ومركو عري الناس يهاي يتموع طيب بلوجي ذا والله سبحانه وتعالى أعلم.